واي تكريم اكبر من ان تضاف هذه التحيه الى الله سبحانه وتعالى. حجاج بيت الله، معاشر اهل الاسلام، تحيتنا هي تحيه اهل الجنه، تحيتهم يوم يقولون السلام، وتحيتهم فيها سلام، وبها تستقبل خزنة الجنة أهل الجنة، وقال خزنتها سلام عليكم منكم فادخلوها خالدين، ويلقون فيها تحية وسلام. وهي تحية الله لأنبيائه والمصطفين من عباده